رفض واسع من قبل أحزاب المعارضة في تركيا قوبل به مشروع قانون قدمه حزب العدالة والتنمية الحاكم وحليفه حزب الحركة القومية إلى البرلمان يتضمن خفض عتبة دخول البرلمان في الانتخابات من 10 إلى 7% رئيس حزب الشعب الجمهوري كمال كليجدار أوغلو اعتبر أن قانون الانتخابات المعروض حاليا أمام البرلمان تم إعداده لصالح بقاء رئيس النظام رجب أردوغان في سدة الحكم وخدمة لحليف أردوغان حزب الحركة القومية الذي لم يكن بمقدوره أن يتخطى عتبة العشرة في المئة وبحسب كليجدار أوغلو فإن أردوغان خفض العتبة الانتخابية خوفا من فقدان مقعده الرئاسي فهو يرى أن لا قوة ولا قانونا يمكنه انتزاع السلطة منه على حد وصفه. مشروع القانون المكون من 15 بندا قدمه التحالف الحاكم لتعديل عده مواد من قانون الانتخابات. من شأنها حرمان أحزاب المعارضة من مزايا تشكيل تحالف برلماني، إذ تضم التعديلات مادة تجعل من شبه المستحيل على الأحزاب ذات الأصوات المنخفضة أن يصبح لهم نواب في البرلمان إذا كانوا أعضاء في تحالف انتخابي. واعلنت اربعه احزاب معارضه صغيره الى جانب حزب الشعب الجمهوري وحزب الخير التحالف فيما بينها والاتفاق على العوده الى نظام الحكم البرلماني فيما يرى مراقبون ان التعديلات ان تم تمريرها قد تدفع المعارضه الى البحث عن بدائل اخرى خاصه ان بقاء الاحزاب ذات الاصوات المنخفضه في اي تحالف معارض سيبقى بلا معنى